مساء النور، معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتوراه العلاج الطبيعي بأمراض المخ والأعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة. هنتكلم النهارده عن موضوع منتشر بشكل كبير جدا، وهو مرض خشونة الركبة، التهاب الركبة، خشونة الركبة. خشونة الركبة معناها إن في جزء حصل فيه تآكل بسبب إن المادة اللي هي الجيلاتينية اللي هي زي الغضروف اللي هي بين المفصل دي، لما بيحصل خشونة بتبدأ المادة دي تقل، اللي هي المادة اللي عاملة زي دي الجيلاتين. خلاص، المادة دي لما بتقل اللي بيحصل أول حاجة بيحصل طبعا بيبدأ المفصل الاحتكاك يزيد، المادة اللي كانت حامية المفصل من الاحتكاك قلت، فبيبدأ الاحتكاك المفصل ببعضه يزيد، فلما الاحتكاك يزيد يبدأ المفصل يتاكل. وهنا عايزة أنوه عن حاجة مهمة جدا، الجزء اللي بيتاكل احنا ما نعرفش نرجعه تاني، فاحنا لما هنسيب المفصل يتاكل من غير ما نوقف عملية الالتهاب والتآكل، يبقى النتيجة اللي احنا هنوصلها تبقى ايه؟ ان المفصل ده هيبوظ خالص، هيتاكل خالص، لحد ما بنوصل للحاجة اللي اسمها ان احنا نركب مفصل صناعي. متخيلين خطورة الموضوع قد ايه؟ الناس مستسهلة، يقول لك كل الناس عندها خشونة. لا يا جماعة، الخشونة دي ممكن تخلينا نفقد جزء من جسمنا ونستبدله بحاجة صناعي، بمفصل صناعي. عمر ما المفصل الصناعي بيكون بكفاءة الركبة الطبيعية. احنا بنعمل الجلسات سهله. احنا جالنا ناس هنعرضها لكم ان شاء الله في الفيديوهات. كان في حالات كانت جايه لنا على كراسي متحركه، الحمد لله بسبب الخشونه والتآكل الحمد لله مشيوا اتحركوا. وفي حالات طبعا الخشونه اللي كانت في المراحل الاولى، المرحله الاولى والثانيه، خفوا تماما. خلينا نقول الجلسات عباره عن ايه. الجلسات عباره عن ان احنا بنعمل جلسات بأجهزة مضادة للالتهاب، جهاز بيحفز الكالسيوم، بناء الكالسيوم، جهاز إيطالي بيحفز بناء الكالسيوم جوه الخلايا. لو الألم شديد بنستعمل جهاز ألماني بيمنع الألم، مع الأجهزة اللي هي بتوقف إشارات الألم اللي رايحة للمكان. والأهم من ده كله إن إحنا بنعمل جهاز أمريكي اسمه أيونتو فوريزيس أو الحقن الأيوني. ده بنحط فيه مادة مضادة للالتهاب مع مادة جيلاتينية. دي بتعمل ايه؟ زي مخدة بتحمي الركبة من التآكل، فيبقى احنا ايه؟ حمينا المفصل ان هو يتاكل اكتر، لان زي ما قلنا الجزء اللي اتاكل ما بيرجعش. طب دكتورة رانيا، طب لما الجزء اللي اتاكل ما بيرجعش، طب احنا ليه بنعمل كده؟ عشان انت لو سبتي نفسك او انت لو سبت نفسك عندك خشونة، كل الركبة هتتاكل وهتضطر تغير المفصل. فعشان كده بيبقى ضروري جدا جدا ان احنا نعمل الجلسات عشان نحمي بقية المفصل ونقلل الالتهاب اللي موجود جوه المفصل ده، ونزود امتصاص الكالسيوم عن طريق الاجهزه اللي بنستخدمها، فنحافظ على المفصل ده ان هو يعيش معانا ونكمل بيه بدل بعد الشهر ما نحتاج ان احنا نركب مفصل صناعي. بشكركم، تمنياتي لكم بالشفاء العاجل.